احنا بنتكلم في مدرب عمل شغل كويس. انا هتكلم بصراحه، اكيد مؤكد مليار في الميه اداره المصري تعلم ما هو الصالح لفريقها، ما هو الصالح لفريقها. بس انا دايما بستغرب من فكره انه انا جبت مدرب، تعاملت معاه انه هو مدرب مؤقت اللي هو كابتن ميمي عبد الرازق، عمل شغل محترم وتعب واجتهد وكان معاه جهاز فني محترم مع كابتن احمد الكاس وكابتن طارق السيد والبقايا، والامور كانت ماشيه بشكل كويس ومحترم، تمام؟ ليه التغيير؟ ليه التغيير من اجل التغيير؟ هقول لك القصه. انا اتصور بالمناسبه ان الكابتن علي ماهر هيعمل شغل عظيم، وهو مدرب كبير جدا، واحد من افضل المدربين اللي في الدوري، ملهاش علاقه بالكابتن علي ماهر بالمناسبه اللي بحكيه على الكابتن ميمي عبد الرازق. واتصور ان الكابتن علي هيعمل شغل محترم، بس ليه عندك مدرب عمل شغل محترم الكابتن ميمي والدنيا مشيت كويس، ليه التغيير من اجل التغيير؟ دي دايما مش بس اداره النادي المصري اللي اكيد تعرف مصلحتها بشكل اكبر مني، بس هو بيبقى سؤال وعلامه استفهام دايما. حصل كده مع الاسماعيلي لو تفتكروا السنه اللي فاتت، كابتن حمزه الجمل جه وانقذ الفريق، مش الموسم لسه خلصان، ده الموسم اللي قبله، انقذ الفريق، مشي مع بدايه الموسم وجابوا مدرب اجنبي اللي هو كان جريده، وقعد يغيره في مدربين في مدربين وفي الاخر جابوا كابتن حمزه تاني. طب ليه بنلف حوالين نفسنا؟ بس طبعا مره ألف اكيد اداره النادي المصري ادرى مني بحال فريقها ومستقبل فريقها. طيب معايا عبر الهاتف الان مره اخرى دكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني المنتهي ولايته مع فريق المصري البورسعيدي. يا دكتور ميمي مشرف ومنور. بكتر خيرك يا استاذ كريم، وانا سعيد بكلامك دول، وانا والله لا استحق هذا الكلام. انا اشتغلت كراجل ابن بلد كبلدي الحمد لله، انا راجل بقالي 42 سنه في هذا المجال، بس زي ما انت قررت الكلام ده حصل معايا في سموحه، وحصل انا ما طلبتش حاجه، انا جيت مستر كامل الوحيد اللي اتصل بيا شخصيا يوم 1/5 وقال لي حضرتك تيجي تمسك الفريق الاول. رحت بدون شرط اوكاد، رحت لقيت في المعسكر كان يوم السبت، لقيت حوالي 14 لعيب و10 لعيب مصابين زي ما حضرتك كنت بتتكلم. انا الراجل عنده ثقه فيا، راجل ده راجل محترم جدا طبعا، اشتغلت بمرض الله. بعد ماتش الاتحاد بدات عمل لنا عقود لما كسبنا الاتحاد، فطبعا عقود ما احنا مضيناها بدون شرط اوكاد، العقد مكتوب فيه لنهايه موسم 22/23. فاحنا امبارح سيادة النائب الحسيني والناس والكلام ده، ناس محترمين جدا، قلنا لهم يا جماعه احنا كده يعتبر العقد بتاعنا منتهى، لان كان نزل قبل كده اخبار ان تم التجديد للجهاز الفني بعد النتائج اللي كانت حصلت. لا ده حق المجلس، ده مع حضرتك اتكلمت يشوف ما يعترى ليه، لان هو يرقصنا. انما في نقطه لما تيجي الموضوع، انا النهارده بقفل الماتش في الشوط الثاني في الساعه اللي هي مرتبطه بالتليفون دي، انا قافل البتاع كده ما انزلش بالتليفون ولا الكلام ده. فبرفع التليفون كده، تم التعاقد مع الكابتن علي ماهر في الدقيقه 15 من الشوط الثاني، خدت بالك انت؟ فدي بالنسبه لك حاجه زعلتك. الساعة في ايديا انا بص برضه بعمل كده ومش هقول وعمال اخد الماتش، وحضرتك شفت انت واقف 90 دقيقة مع احترام لاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي بأي بلاعب النادي الاهلي، انا بقالي 8 سنين ما تغلبتش في النادي الاهلي. لم اهزم من النادي الاهلي، فانا عادي، فانا خلصت الماتش، بعد الماتش عادي، فالخبر لما جه فواقف مع الناس محترمين، الاستاذ رجب عبد القادر، الاستاذ ياسر يحيى، الدكتور محمد موسى، الراجل بكل كل الاحترام، الاستاذ الحسيني، الناس كانت سلمت علينا في مؤتمر صحفي. حضرتك لما دخلت كان مستر كولر في المؤتمر جوه، فالناس واقفه معانا بنتكلم، فبقول له يا ست النائب مفيش اي حاجه، الموضوع كذا وكذا وكذا. الحاج ياسر خدني قال لي مستر كامل ببلغك، كان مكلمنا قبل الماتش، راجل محترم جدا، قال لي ببلغك ان انت تبقى موجود مستشار فني للنادي وتبقى في على جهاز النادي. قلت له اسف مستر كامل، ربنا جابني عن طريقه ان هي كانت لعبه خطره، لان كنت ماسك مع جهاز قوي جدا انت عارف الموضوع. فانا الحمد لله عملت نتائج، لان كل جهاز بيبقى ليه مجموعه صحيح من الناس او الكلام ده، انا ماليش الا ربنا الحمد لله، خدت بالك؟ ونعم بالله، يعني ماليش الا ربنا بصراحه، ماليش في السوشيال ميديا ولا الكلام. فربنا اكرمني واشتغلت وعملت نتائج. لا بس موضوع كده، بس الاول واحده واحده يا كابتن ميمي عشان اخد بس كم حاجه كده. الاول انت اتضايقت لما جالك الخبر بتاع الكابتن او تعيين الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق اثناء مباراه النادي الاهلي. هو من امبارح في كلام، انا بقول لك حصل كده، حصل كده في الدقيقه 15، فالناس قعدت معايا، كان واجب يحصل ايه؟ بما يرضي الله. الراجل ما فيش مشكله، نيجي زي ما الناس نزلت، متشكرين يا جماعه، كتر خيركم، بكره عندنا نرجو تيجوا لكم في النادي، نقعد نعمل لكم حفله شاي،
والكلام ده ويجي الكابتن علي ماهر لان اخويا علي ماهر يعني انا اكبر منه سنا حبيبي. انا كنت بدرس لهم في الرخصه ايه الرخصه الافريقيه طبعا. انا كنت محاضر فيها طبعا. فكان يجي راجل محترم انا اقعد حبيبي راجل محترم جدا بيقابلني بكل احترام ازاي يا كابتن علي انا اشتغلت 3 شهور لو سمحت في 1 2 3 4 لان انا كان شغال بفرقته وانا برضو كسبان فيوتشر مرتين في كاس الرابطه وكسبان في الدوري ماتشين ورا بعض في خلال اسبوع خدت بالك واللعيبه بتاعتي تشكر كتر خيرها وفيوتشر طبعا مليانه باللاعبين. وصلت يا كابتن ميمي وصلت اتفضل. ربنا وصلت. ربنا بعت له شغله انما انا ما طلبتش حاجه انما حضرتك انا سامعك مكالمه كنت بتتكلم عند جمله والكلام ده لا انا بس في حاجه الناس تمل اللي في بلادها على الاقل تتكرم لان الراجل فعلا مستر كامل معايا كويس جدا 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 جدا. الراجل ده حاجه كبيره ومكسب للنادي المصري اللي انقذ النادي المصري السنه دي حضرتك بتتكلم كابتن اللواء عادل الغضبان ومستر كامل ابو علي بعد الاتحاد. طيب حضرتك قبلت بالمهمه الجديده اللي هي تبقى مستشار فني للنادي؟ لا رفضت. رفضت عشان انت كنت خارج من المباراه زعلان انه جالك الخبر وانت في المباراه؟ لا ولا انا مستر كامل مستر كامل معايا اي حاجه. الراجل ده عمل الموضوع اللي انا فيه ما اقدرش انكر فضله بعد ربنا. لما هو يبقى راجل جريء ويجيبني من خلال 3 سنين انا سايب الدوري الممتاز بعد ماتش نهائي كاس سموحه بتاع كاس مصر وبرضه سبحان الله تملك كابتن علي يجي ورايا سبحان الله رزق انا مش عارف هتوأم ولا رفعت البعض يعني. طب رفضت ليه العرض ده؟ انت بتحترم الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري. بحترمه الراجل محترم. رفضت العرض ليه؟ انا بحب اشتغل. بص حاجه دلوقتي انا مثلا ربنا اكرمني وحاسس ان انا نجحت على قدي ماتش السيراميكا مثلا حاجه كاس العالم بيتغلب الاهلي مغلوب 6-5 البرازيل مغلوب 7 في المانيا انا ماتش غير طبيعي في 2 ورجعت للماتش 2-1 حضرتك الجون الثالث ده ما يجيش الا كل 40 سنه مره. الشوط اللي جت الثالث غيرت مجرى المباراه. صحيح. مبروك لسيراميكا ربنا يكرم سيراميكا بس انا عملت اللي عليا الدين ده اللي انا كسبت بيه فمش ينفعش اتعلق من ماتش. لو كنت كسبت الماتش دول كنت انا مثلا في بلدي انا بالك ما رجعتش بورسعيد من يوميها ما رجعتش قعدت في المعسكر. صحيح. فانا كنت ارجع بلدي امشي والناس تقرب مني لان انا مدرب من البلد بنزل اجيب اكل وبجيب حاجتي وبروح كليتي. طب انا هواجه الناس ازاي؟ في ناس النهارده عاملتني كتر خيرهم. صحيح. كتر خيرهم الراجل انا مثلا حاجه الموضوع انا مستر كامل تحت امره في اي حاجه لان الراجل ده هو اللي اعطاني الفرصه دي انما انا عندي تطلعات ان انا اشتغل برضه في دوري ممتاز وانت عارف يا استاذ كريم الموضوع كله على الخط. انا النهارده حضرتك احكي لك منظر يضحك مستر كامل خد مؤتمر صحفي بيتكلم دخلوني القعده بس المعدل المؤتمر دخلت لقيت الكراسي بس. لا معلش كابتن ميمي عيدها تاني عشان الصوت راح شويه معلش عيد تاني القصه ديت عشان ما سمعتهاش كويس الصوت كان بيقطع. الكره كان دوم الراجل خلص المؤتمر الصحفي دخلت لقيت بس لا للاسف هي واضح انها قصه كويسه بس انا مش سامع يا كابتن ميمي. طب اتفضل كده مره اخرى يا كابتن ميمي معلش هتعبك بس عشان ما سمعناش يعني الساده المشاهدين ما سمعوش. اتفضل يا كابتن ميمي الصوت بس كان الشبكه فيها مشكله قطع. نرجع تاني عشان هو كان قال حاجه مع مارسيل كولر لو امكن نسمعه مره اخرى من الشخصيات المحترمه المهذبه جدا 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 واحبه انه دايما يتحدث بتلقائيه كبيره جدا جدا جدا. هو الراجل شاف انه اشتغل كويس وفعلا هو اشتغل كويس مع المصري الفتره اللي فاتت هو جهازه المعاون بس الامور في الاخر. كابتن علي ماهر اسم كبير ومدرب كبير ومكسب كبير جدا للنادي المصري. مكسب كبير واحد من افضل المدربين اللي في الدوري السنوات الاخيره. لما بقول ان انا مش عاجبني قوي فكره رحيل الكابتن ميمي عبد الرازق مش بقول ان انا زعلان ان الكابتن علي ماهر هو اللي هيمسك المصري، لا. كابتن علي ماهر مكسب ضخم للنادي المصري، بس بقى الفكره نفسها، مدرب كان مؤقت بس ماشي كويس، طب ما يكمل بس يعني. ماشي. مصدر في نادي فيوتشر قال لنا انه النادي استقر على تعيين مدير فني اجنبي بعد الكابتن علي ماهر. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش مين هو، ما وصلتناش معلومه، بس يعني ان شاء الله الايام اللي جايه نقول لكم مين هو المدير الفني الجديد لفيوتشر، مدير فني اجنبي هيتم الاعلان عنه خلال 48 ساعه. طيب تعال اقول لك علي ماهر عمل ايه مع فيوتشر الفتره الماضيه.
ارقام حلوه يعني. يلا بينا. علي ماهر لعب 82 مباراه مع فيوتشر، فاز في 38 وتعادل في 24 مباراه وخسر في 20 مباراه. مع كابتن علي ماهر فيوتشر سجل 114 هدف واستقبل 18 او 78 هدف عفوا. دي مسيره كابتن علي ماهر مع فريق فيوتشر. كابتن الكابتن ميمي معانا مره اخرى. كابتن ميمي معلش الصوت كان قطع، قول لي كده وانت داخل المؤتمر الصحفي كنت بتحكي لي حكايه بس ما سمعناهاش كويس. استاذ كريم نفسي اتكلم معاك. اتفضل. حضرتك انا عادي فبقول لك انا غير الكلام ده. اتفضل يا حسيني. لا لا الكلام ده لا كابتن ميمي انت وانت داخل المؤتمر بتقول لي وانا داخل المؤتمر النهارده بس مستر كولر دخل المؤتمر. لقيت خارج كل الناس اللي كانت في المؤتمر خرجت ورا مستر كولر. دخلت تاني قاعد عاوز اكلم الناس الاسئله. لقيت نفسي بكلم الكراسي. خدت بالك؟ لا مش ولا ليه؟ انا لقيت مكلم الكراسي. فطبعا اتكلمت كمؤتمر كلمت احداث الماتش ايه والكلام ده والنادي الاهلي وبقالي كسبت النادي الاهلي حضرتك 2015 3-0. بس يا كابتن ميمي حتى لو ما كانش فيه زملاء صحفيين في المؤتمر بس كده كده المؤتمر مصور وكل الناس هتشوفه بعد كده في القنوات. الله ينور عليك. بس انا بحكي على حاجه. احترام للناس. احنا النهارده الرياضه الرياضه كلنا بنتكلم وكلنا بنحكي ونتحاور وتسال اسئله انت لعبت ازاي؟ طب تغييرتك ايه؟ طب عملت ايه؟ طب النادي الاهلي اسمه النادي الاهلي. انا ما قدرتش النادي الاهلي يلعب انت المطاهر بيلعب ورامي ربيع بيلعب. النهارده احسن منظر لما يجي لي خالد عبد الفتاح بعد السلام الجمهوري يسيب الطابور ويجي يسلم عليا ويبص لان انا كنت جايبه سموحه يقول لي انت ابويا. الحمد لله احنا بنكتشف انما الواحد مش عشان حاجه الواحد اشتغل ويعتبر ناجح. حضرتك صح طبعا طبعا. بص يا كابتن ميمي هكلمك بامانه شديده حقيقي والله وده قلناه هنا في البرنامج وهكرره وانت كمان معايا على الهاتف. انت عملت لناس كتيره واسماء كبيره ما عملتوش مع النادي المصري وفتره مؤقته جدا. انت راجل بقالك شهرين اقل من شهرين ونص يعني مع الفريق قدرت توصل بيهم لخامس دوري وصلت بيهم كاس رابطه نهائي وصلت بيهم دور 8 في كاس مصر فده اكيد انجاز عظيم جدا. انا هطلب منك طلب بس احنا محتاجين نستكمل الحوار ده باذن الله يوم السبت بشكل موسع عشان نحكي كل هذه التفاصيل والكواليس المهمه يعني. فخليك دايما معانا منورنا عشان نبقى نشوفك ان شاء الله اول اسبوع القادم نحكي معاك. وبشكرك شكرا جزيلا الكابتن الكبير كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني المنتهي فتره ولايته لفريق المصري البورسعيدي.